جات الفكرة من بعد ما عشت واحد المدة هنايا في كوريا وبان ليا بان كاين بوتونسييل باش نديرو لا ريستوراسيون مغربية. وديجا انايا من ولد الدومين ولد ليكول اوتيليير وخدمت في المغرب في بامال دو ريستوران وهذا. وفي الست سنين الاولى اللي كنت عايش فيها هنايا كنت ديما تنقول الا كان ريستورون مغربي مزيان تيسيرفي الماكله المغربيه يكون مزيان وهذا. وساينت حتى جا الوقت المناسب وجمعت واحد شويه ديال لو فون باش بدينا وهذا. ايوا بدينا في الاول بدينا بان ساندويش خي كازابلانكا. هنا دابا انا في كوريا 13 عام ونص. والريستورون الاول دينا صافي 7 سنين ونص تقريبا. وجمعت واحد شويه ديال لو فون باش بدينا وهذا. ايوا بدينا في الاول بدينا بان ساندويش خي كازابلانكا كنا تنديرو غير لي ساندويش وهذا. والطبيعه ديال كوريا في داك الوقيته مازال ما كانوش الناس مشدين باش يجربوا ماكله اللي طوطالمون جديده ليهم وهذا. وبلي ساندويش هي باش دخلنا للمارشي كوري. الناس كانوا فاميلي مع لي ساندويش. انا ساندويش تيبيك بلدي مغربيين. وبشويه بشويه مع الوقت بدينا تنقادو ليماج ديالنا ولينا تنتعرفوا وجبت التلفازه صورونا طامال دو فوا والناس يكتبوا علينا وهذا. ولات عندها لا ريبوتاسيون مزيانه وحلينا لو ريستورون الثاني وبدينا تنديروا شويه ديال سيرفيس تريتور. ودرنا واحد العشاء للامباساد الامريكان هنايا في سيول هي باش تعرفنا مزيان وتعرفنا في زعما الناس ديال السيرك الدبلوماسي هنايا. والناس ولاو تيقلبوا علينا وشويه بشويه داكشي خدا الوقت بزاف. داكشي ما طراش في ما بين نهار وليله. سنين ديال الخدمه. شحال ديال الوقت وانت هنا في كوريا؟ هنا دابا انا في كوريا 13 عام ونص. و في رمضان تنديروا لي بلا اللي عاديين بحال حريره بحال ديما التمر تيكون عندنا هنايا. تنديروا بحال الفطور العادي ديال المغرب. ولكن صراحة هنا الناس تيجيو سواء رمضان ولا ماشي رمضان تيكون عندنا نفس الترافيك ديال لي كليون. ولكن تلاحظوا بأن الكومينيتي المغربية والناس اللي تيصومو تيجيو كثر في رمضان في الوقيتة ديال الفطور. وتنحاولو نقدمو لهم الأطباق اللي تتقدموا في رمضان عادة.